عطوفة محافظ محافظة طول كرم اللواء الدكتور عبد الله كميل، معالي رئيسة جودة سلطة جودة البيئة المهندسة عدالة الأتيرة، حضرة السيدة سهام ثابت عضو المجلس التشريعي، السيد مؤيد شعبان أمين سر إقليم فتح، الحضور الكرام كل مع حفظ الألقاب والمسميات والرتب، يطيب لي أن أرحب بكم في اليوم العالمي للبيئة والذي تنظمه سلطة جودة البيئة، راجية من ذلك توعية أبناء شعبنا المرابط ووضع الإصبع على الجرح الذي يتسبب به دائما العدو الصهيوني المحتل الغاشم والعنصري الظالم، والذي لم ينج من شره إنس ولا طير ولا شجر ولا حجر، وهو والله لا يستولي على أرضنا فحسب، وإنما يجثم على صدورنا ويلوث حياتنا وما أنا ويعكر صفونا وما أنا، الأمر الذي يستدعي وقوفنا صفاً واحداً موحداً أمام الصرف والجبروت الإسرائيليين. فبوركت جهود من يسعون لرص الصفوف ووحدة هذا الشعب الذي يطمح إلى الحرية وطي صفحة الفرقة السوداء إلى غير رجعة إن شاء الله. أرحب طبعاً بالقنصل البلجيكي، أهلاً وسهلاً بالضيوف جميعاً، وأعتذر إن كنت نسيت أحداً فما ذلك إلا من الشيطان والعياذ بالله. بوركت جهود من يسعون للوحدة، ففلسطين أغلى من أنفسنا ومصالحنا الضيقة وأعلى من أحزابنا وفصائلنا. يا بلادي يا بلادي يا منى قلبي، إن تسلمي لي أنت فالدنيا هدر. يا بلادي أرشفيني قطرة، كل ماء غير ما فيك كدر. أجل والله إن فلسطين تستحق منا كل تضحية وجهد، فحيوا فلسطيننا فإلى السلام الوطني ووقفة الاستعداد. تفضل. أشكركم، تفضلوا بالجلوس. بل والله إننا لنتذكر دائما الأكرم منا جميعا شهداءنا الأبرار، فلندعو لهم بالرحمة فنقول: اللهم ارحمهم وأكرم نزلهم واغسلهم من ذنوبهم بالماء والثلج والبرد وتقبلهم في عليين يا أرحم الراحمين. أما إخوتنا الأسرى وهم بلادنا الأكبر الآن، فأقول لهم: كيف أنسى؟ قد يضيع العمر، قد يضيع العمر، قد نكنس في الأحقاد كنسى، إنما حقي باق وهو من عبال أرسى. أيها المحتل فخسى، أيها المحتل فخسى. أيها الحضور الكرام، وفي بداية فقراتنا، فإن خير الكلام ما كان كلام العظيم الخالق، وما لن تسمع بمثله قول بشر في المغارب أو في المشارق، وما ينتابك حين تسمع حروفه وما ينتابك حين يخالط حروفه قلبك الخشوع
ولو أنزل على جبل ما أمن الخسف أو الصدوع. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. ليس لليل بقاء لا ولا ظلم الأعادي. يا بلادي يا بلادي لا تهوني يا بلادي وأطيحي بالسوادي. إن يكن عض كناب الحقد غالى في التمادي فبنوك اليوم أزد كلهم وار الزناد. لم يبالوا بعذاب أو يزلوا عن مرادي. في حمانا اليوم رمز للتحدي والعناد. فارس لست أزكيه تحلى بالمبادي. رحبوا أهلا وسهلا باللواء أبي جهادي. فليتفضل اللواء الدكتور عبد الله كمال محافظ محافظة طول كرم ليلقي كلمة موجزة. الحضور الكريم، في 5/6 من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للبيئة. نحتفل بهذه المناسبة في هذا اليوم، نحيي ذكرى أو نتذكر النكسة في 5/6 والتي حدثت قبل 47 عام، وبنفس الوقت نحيي يوم البيئة العالمي. الاحتلال جريمة مركبة، كونه احتلال أولا، وكونه مصدر والمصدر الأول للتلوث، تلوث البيئة. ثانيا إضافة إلى إفساده لبيئة هامة لها علاقة بالالتزام بالقانون الدولي والانضباط بالقانون الدولي. الاحتلال الإسرائيلي هو المفسد دائما، وهو المنتج الأول للفساد وعلى كافة الصعد. هذا التحدي للقانون الدولي، للقيم الأخلاقية، القيم الإنسانية، هذا التحدي دائم في كل المجالات. كل يوم نسمع عن أخبار إما استشهاد وإما قطع للأشجار. أكثر من 1,000,000 شجرة قطعها الاحتلال أو اقتلعها الاحتلال منذ عام 2000، بالرغم من أنه القانون الأمريكي
والكثير من القوانين الأوروبية تمنع اقتلاع الأشجار أو الإضرار بالأشجار، لدرجة إنه أي مواطن أمريكي يقترض أو يقتلع شجرة ممكن أن يدفع 5,000 دولار ويحبس لمدة شهر حسب القوانين الأمريكية. إسرائيل دولة مارقة تقتلع الأشجار، دولة تقتل، دولة الآن تحاربنا بسلاح كيماوي، بسلاح كيماوي ولكن بمسمى جديد، المصانع، مصانع جيشوري. هذه المصانع التي انتقلت من قلب إسرائيل، من هناك من نتانيا ومنطقة كفر سابا، نقلوها إلى الأراضي المحتلة عام 67. هذه المصانع نقلت بفعل قضايا رفعت من قبل مواطنين إسرائيليين ضد هذه المصانع في أوائل الثمانينات، ونجحوا بقضاء بهذه الشكاوي. المحكمة الإسرائيلية أقرت بأن هذه المصانع تشكل خطراً على البيئة وتشكل خطراً على الصحة العامة في داخل إسرائيل. لا بل الكنيسة الإسرائيلي في عام 82 أقر وقف هذه المصانع عن العمل. الحكومة الإسرائيلية وبعقل إجرامي أقرت ضرورة نقل هذه المصانع إلى المناطق المحتلة عام 67 هنا على حدود مدينة طول كرم، أراضي منها 82 دونم تابعة للأوقاف الإسلامية وثماني إلى 9 دونم تابعة لأحد المواطنين من آل جلاد، والبقية أراضي أميرية. هذا بحد ذاته حتى لو نقلوا مصانع للذهب أو مصانع صديقة للبيئة، أن تكون هذه المصانع على أراضينا فهذا بحد ذاته جريمة تنتهك بموجبها إسرائيل القوانين الدولية وتحديداً اتفاقية جنيف. فما بالكم عندما يتعلق الأمر بمصانع، سلسلة مصانع وصلت إلى 12 مصنع حتى الآن، هذه المصانع تبث سمومها عبر هذه الأدخنة والمياه والمخلفات الناتجة عن هذه المصانع، تبث سمومها كي تقتل الأرض والشجر والإنسان. 152 حالة سرطان في طول كرم، الازدياد هذا والارتفاع الدائم بعدد المصابين بالسرطان، نعتقد جازمين بأن لهذه المصانع أو هذه المصانع سببا رئيسا لزيادة هذه الحالات. إسرائيل إذن، وعندما يعني المصيبة الكبرى، وهذه دلالة أخرى، المصيبة الكبرى إنه هذه المصانع توقف عملها عندما يكون الهواء شرقيا، يعني الهواء مرتد نحو الإسرائيليين، هناك أمر إسرائيلي بوقف هذه المصانع بشكل دائم، دلالة على أن الإسرائيليين، الحكومة الإسرائيلية تعرف مدى خطورة هذه المصانع ومدى خطورة أن يرتد الهواء إلى المنطقة التي يعيش فيها الإسرائيليين. أغلق معسكر إسرائيلي قبل سنوات كان قريب من هذه المصانع لسبب أن 3 جنود أغمي عليهم في هذا المكان، وتبين أن السبب الرئيس هو هذه المصانع، فتم إغلاق المعسكر التابع للجيش الإسرائيلي بشكل نهائي بأمر من قيادة الجيش الإسرائيلي. إذن عندما نتحدث عن البيئة، إسرائيل دولة مصدرة للتلوث ضد الشعب الفلسطيني، تحاربنا
بهذه الطريقة الإجرامية. ونقول كما نقول دائما أن دول انهارت بسبب اتهامها بأنها تمتلك ترسانة كيماوية وبأنها استخدمت الأسلحة الكيماوية. هناك قادة عظام قتلوا بسبب اتهامهم باستخدام الأسلحة الكيماوية. طيب، إسرائيل تستخدم ضد الشعب الفلسطيني الأسلحة الكيماوية، ولكن ليس بمسمى أسلحة وإنما بمسمى جديد يحمل كلمة سر جديدة اسمها المصانع. هذه المصانع اللي من الآن ندعو، ومن هذا المنبر ندعو دول الاتحاد الأوروبي وكل دول العالم أن لا تعترف بهذه المصانع وأن لا تتعامل بمنتوج هذه المصانع، لأنها بالضبط كما مستوطنة بركان وكما كل المستوطنات هذا العالم الذي فعلا بدأ وعيه يتسع أو تتسع دائرته اتجاه منتجات المستوطنات. نطالب العالم بعدم التعامل مع منتجات هذه المصانع، لأنها بالضبط هي مستوطنة مستخدمة لتصدير إنتاجات أو إنتاج كغيرها من المستوطنات التي لا يعترف العالم بإنتاجها ولا يتعامل العالم بإنتاجها، لأن هذه المصانع مقامة على أراضي فلسطينية احتلت عام 67. إجمالاً، نحن كفلسطينيين دائماً وعبر وعينا الخلاق نطالب بنقاء البيئة، ونعرف تماماً وندرك جيداً أن نقاء البيئة يهمنا كفلسطينيين كما يهم كما يجب أن يهم جيراننا. المصيبة الكبرى أن المحتل الإسرائيلي غير مدرك حتى اللحظة أن التلوث لا تمنعه حدود سياسية أو غير ذلك. عموماً أشكركم في سلطة البيئة، أشكر كل من ساهم بتنظيم هذا الحفل، وإن شاء الله سنحتفل المرة القادمة. وقضية مصانع قشوري منتهية تماماً، وهذا بحاجة إلى مزيد من الضغط. ومرة أخرى أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي، أصدقائنا في العالم، أصدقائنا في بلجيكا مطالبين بأن يحملوا هذه القضية، لأنها بالتأكيد تهمهم وكما تهمنا نحن الفلسطينيين. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لعطوفة المحافظ على هذه الكلمة، وكنت قد حضرت لفكرة كلاما أدبيا، ولكنني سأختصر لأن عطوفة المحافظ قد أفاض وأوضح، فكلامه يفي ويكفي من إجرام صهاينة مما يفعلونه في هذه المصارع الإسرائيلية، ولا أقول المصانع. والآن دعونا ننتقل إلى ريبورتاج يوضح هذه القضية الساخنة، فتفضل. طول كرم المحافظة الوادعة والتي تميزت بنقاء أجوائها وخصوبة أرضها وعذوبة مائها، ولكن هذا الحال لم يدم طويلا، حيث قامت إسرائيل بنقل مجموعة من المصانع الإسرائيلية الخطرة إلى الحدود الغربية للمدينة، مما قلبت حياة المواطنين في المنطقة إلى جحيم. حالتي أنا بقول لك مهسبة، كنت أنزل تحت وغلبوا يعني شو بصير عندهم في السماد والكشيري غاد تحت بتعب من صدري. مش راح أكمل بنت عم جيت شو تبدي أكمل شوية الغسيل، مش عارفة أكمل أوقف على حال من صدري. أما ركد النت في البنت بغداش أعطيك، أما أقول أخلا سبت عني من ضيق الصدري، يعني باجي مش بمشي هيك خطوي بغداش أمشي من صدري. بتزيد هين اشتين هالصيات ايش مدعنك، بس الهجدون حرك عنا الذيكة تشتي، وين بدي اطلع الذيك هناك في الذيك اللي انا فيه، يا بدي اطلع برا بزيد بزيادة بقدرش.
طيب شو بتتأثر من مصانع قشوري؟ دار بصحتي وبعدم التنفس، وبنروح عند الدكتور زياد أبوي بوديني، يعني بيستخدم لي جهاز التنفس، يعني هاي المصنع بدر بصحتي، يعني ليش يعني بنوه بهاي المنطقة؟ لازم أبعد من هاي المنطقة، بحطوه بين بمنطقة الناس، بدر بصحتي وبصحة الجميع يعني. طيب انت بتحكي كتير من الغازات اللي بتأثر عليك؟ اشوف بصير احك فيهن هيك دايما، يعني بيأثر على بي عشان الغبرة، بصير احك وبحك عيني مرات من الغبرة ومن الدخان. ولم يكتفي أصحاب هذه المصانع بالعمل في هذه المنطقة، بل يقومون في كل عام بتجميع مخلفاتهم وحرقها، ليشكل ذلك مكرهة صحية وبيئية أدت إلى تهجير المواطنين من منازلهم. مصانع الموت قاشوري، حكاية ضرر صحي وبيئي واقتصادي يمتد عمرها لأكثر من 30 عاما، فإلى متى؟ وهنا أتذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعا على الجراد أن يأتي إلى بيت المقدس، فاستغرب الصحابة وقالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لأن الظلم هناك لا يدوم، مثلما كنت ستبقى يا حبيبي موطني. حاضراً في ورق اللوز وعطر الياسمين وزهر السوسن، حاضراً في التين والزيتون وفي طور سنين، نحن أصحابك يا هذا الوطن، نحن عشاقك، خذ منا الثمن، ننحت الصخرة ونبني ونعمر، ونلوك القيد حتى نتحرر، نبذل الغالي ليبقى رأسك المرفوع مرفوعاً، ليبقى رأسك المرفوع مرفوعاً على مر الزمن. والآن إلى نشيد موطني مع الطفل يزن أبو مخ من مركز المناهل، فليتفضل. أن ترى البيت
تخلو من سقام وجهالة. أن نرى البيئة تخلو من سقام وجهالة، ويعيش الشعب هذا الشعب في أحسن حالة. أرضه الغراء تنأى عن نفايات الحثالة، أرضه الغراء تنأى عن أذى كل حثالة، وسماء تتباهى بجمال وجلالة. هكذا كانت وما زالت بنا ذات رسالة، ولها في ذاك عزم ذو انتماء وأصالة. فاشرحي همك هذا، فاشرحي همك أهلا بك يا أخت عدالة وتفضلي. يشرفني اليوم أني أكون على أرض محافظة الكرم المرابطة، لننطلق بفعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي. أتمنى من الله وجميعا نتمنى أن نكون في العام القادم ننطلق بفعالياتنا من القدس الشريف، وبإذن الله عاصمتنا الأبدية ستكون كل يوم فيها انطلاق لفعاليات لشعبنا اللي بيستنى الحرية وإقامة دولته الفلسطينية. عاصمتنا الأبدية بقلوبنا، وإن شاء الله نكون كلنا العام القادم نصلي في أقصانا إن شاء الله. العالم يحتفل بيوم البيئة. الاحتفالات في العادة تكون بالانتصارات، لكن نحن الشعب الفلسطيني نحتفل اليوم ونقول نريد أن نستحضر البيئة الفلسطينية في ذهوننا، في أذهاننا، ونركز عليها. سلطة جودة البيئة هدفها واضح: فلسطين الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الأبدية إن شاء الله. نعيش فيها ببيئة فلسطينية مصانة محمية، نحافظ فيها على صحة الإنسان الفلسطيني. نريد أن نحافظ على مواردنا ومصادرنا الطبيعية، نستعملها ونرشد استعمالنا فيها، ونريد أن نضمنها للأجيال المستقبل. إخواني أخواتي، نحن شعبنا يزال تحت الاحتلال، كل يوم نعاني من التعديات والانتهاكات بحق الإنسان والشجر والحجر. كل يوم نسمع بالتدمير لأراضينا الزراعية، مستوطنونا يحرقون أشجارنا التي زرعها أجدادنا على هاي الأرض وتمسكوا فيها. مياهنا يلوثها المستوطنون والمستوطنات التي تمتد كل يوم كسرطان داخل أرضنا الفلسطينية. جيشوري شاهد على جريمة احتلال. جيشوري كبقية المصانع والمستوطنات الصناعية التي أنشأها داخل أراضينا المحتلة، أكثر من 30 مستوطنة صناعية كما أشار أخي عطوفة المحافظ. كل منتجاتها مدمرة للبيئة، كل منتجاتها خطرة. نحن لا نحكي شعارات ولا ندعي ولا نتهم، وإنما هي حقائق كل يوم نعيش فيها نشعر في مدى خطورة هاي منتجات هاي المصانع على صحة إنساننا. وكما بكت أختنا في الفيلم، نحن نبكي كل يوم على ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق أرضنا وبحق بيئتنا الفلسطينية. همومنا الوطنية صحيح كبيرة لأنه نحن تحت الاحتلال، همومنا الحياتية كتير كبيرة، لكن نحو تحقيق هدفنا نحن مصممين أن نوصل لإنشاء هاي الدولة الفلسطينية ولحماية البيئة الفلسطينية. كلنا نعمل معا، وزارات، حكومة، قيادة، مؤسسات، أطر، نقابات، جيل المستقبل، الأطفال، كلنا نعمل وسنعمل من أجل صيانة هاي البيئة الفلسطينية.
المية بدنا نرشد استعمالها، ومزارعينا بدنا كمان نرشد استغلال أرضنا ونخفف الأسمدة اللي إحنا بنستعملها من أجل الحصول على منتج أفضل ولحماية هاي الأرض وديمومتها. دورنا دور توعوي بسلطة جودة البيئة، لكن مش لوحدينا. إذا ما عملنا كسلطة جودة البيئة مع جميع القطاعات، المؤسسات الحكومية، وزارة التربية والتعليم، جميع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني، لا يمكن أن نصل إلى الوعي المطلوب. أنا إذا أقارن شعبنا الفلسطيني بوعيه وإدراكه لموضوع البيئة، أجد أننا أفضل بكثير من كثير من الدول والشعوب، لأننا شعب ارتبط بالأرض وحافظ عليها وأعطى من دمه ومن دم شهدائه الكثير ومعاناة أسراه من أجل الحفاظ عليها. لا أريد أن أكرر ما تحدث به المحافظ بخصوص موضوع قشوري، هذا موضوع على سلم أولويات القيادة الفلسطينية من خلال العمل من مجلس الوزراء. تشكلت لجنة وزارية من أجل متابعة هذا الموضوع، ونحن أيضاً في سلطة جودة البيئة نعمل مع جميع الأصدقاء من الدول الأوروبية والعربية من أجل إثبات جرائم الاحتلال وتوثيق هذه الجرائم. وستكون قشوري مثال نعمل به من أجل استحضار ملف واضح قانوني فني علمي من أجل رفعه للأمم المتحدة لمحاكمة إسرائيل. لا نريد أن تقوم إسرائيل ومن خلال ادعاءاتها أننا سنصون وسنحاول أن نخفف من الأعباء أو نخفف من السموم التي ينفثها المصانع. نريد إزالة جميع هذه المستوطنات وهذه المصانع الإسرائيلية من على أرضنا الفلسطينية. إذا بدي أحكي عن طول كرم وأهلها الكرميين والكرام، طول كرم سبقت بعض المحافظات في قضية الحفاظ على البيئة. عملت بإغلاق جميع مكبات النفايات العشوائية والمكبات المركزية، وأستطيع أن أقول أن طول كرم نظيفة من النفايات الصلبة. مشاكل محافظة طول كرم موضوع على أجندتنا في سلطة جودة البيئة وبالتعاون مع كل الوزارات من أجل حلها، مثل وادي الزمر. ونحن نعرف أنه في المرحلة الحالية عماله بيتم إن شاء الله حل هذه المشكلة. سينطلق في الأسبوع القادم مشروع جرين طول كرم، طول كرم الخضرة. هذا المشروع منذ 3 سنوات سيركز على عملية إعادة تدوير المواد من الورق والكرتون والمخلفات. سنصل إلى صناعة سماد طبيعي كي نستعمله بدل الأسمدة الكيماوية. نريد تكثيف الجهود من كل المؤسسات من أجل رفع الوعي لدى المواطن الفلسطيني وفي طول كرم في قضايا من أهمها أن إخواننا، أن بعض الإخوان ونتيجة الوضع الاقتصادي اللي بيعانوا منه ممكن أنهم يدخلوا بعض المواد الخطرة وهم لا يعلمون أنها خطرة لتلقى في أراضينا الفلسطينية. فأنا بطلب من أخونا عطوفة المحافظ والأجهزة الأمنية أنه إحنا نضع حد لهذه الأمور. نريد أن نخفف من حرق الإطارات، والإطارات أقولكم الإسرائيليين لصعوبة إطارات السيارات لصعوبة حل مشكلتها في داخل الأراضي المحتلة عندهم، بيحولوها كلياتها لأراضينا الفلسطينية وتسبب لنا مشاكل عدة، خاصة أن المواطن الفلسطيني ومن نتيجة وضع الاقتصادي فأنه يحرق هاي الإطارات ويلوث البيئة نتيجة أن يحصل على قليل من المواد المعدنية لبيعها. أنا بقول إنه الظواهر السلبية إن شاء الله في أقرب وقت ستنتهي مع
من محافظة الكرم بمعاونة جميع الإخوان من المؤسسات والأجهزة الأمنية للحد من أن يكون هناك تلوث في محافظة الكرم. بالنسبة لسوء جودة البيئة، نحن نعمل بخطى واثقة من أجل الحفاظ وصيانة البيئة الفلسطينية. سنقوم بتفعيل قانون البيئة، وإن شاء الله سيكون لدينا بالمستقبل الشرطة البيئية. والشرطة البيئية ليست من أجل أن تكون عصا على المواطن الفلسطيني، وإنما من أجل حماية جميع المصادر الطبيعية الفلسطينية. أي أنا سعيدة إني أنا اليوم عندكم وبيناتكم. شكراً لكم، شكراً لوزارة التربية والتعليم والأنشطة اللي بتقوم فيها، شكراً لجميع المؤسسات اللي ساهمت في إنجاح هاي الفعالية، وألف شكر لكم. أيها الإخوة، إن المحافظة على البيئة ليست شعاراً يرفع. أكرر، المحافظة على البيئة ليس شعاراً يرفع ولا كلمات تسمع ولا طبولاً تقرأ، بل هي والله ممارسة نعودها أبناءنا ونعطيها لأطفالنا عادةً سلوكاً. وعلى فكرة سأصارحكم بشيء ألاحظه في هذه القاعة، نحن شعارنا الكبير المحافظة على البيئة، وأسألكم ولا تغضبوا مني جميعاً، هل التدخين ملوث للبيئة أم لا؟ بالله عليكم، فإذاً ارجعوا إلى أنفسكم أولاً. وأنا أطالب عطوفة المحافظ أن يسن قوانين حقيقة في قاعات كهكذا، يعني لا يجوز ولا يليق أن يكون فيها تدخين، ولتغضبوا مني ما شئتم. طيب، فأقول كمان مرة، المحافظة على البيئة ليس شعاراً فقط، هو السلوك. وأين السلوك منا أيها الإخوة؟ فلنقتدي بخير البشر صلى الله عليه وسلم، الذي كثيراً ما كان في أحاديثه يدعو إلى النظافة، نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. أين نحن من اليهود الآن؟ بن قوسين أليس هو من قال أيضاً الرب العباد عندما يصف مساجد المسلمين يا إخوة، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فلنكن فاعلين حقيقة. وقد خصصت سلطة جودة البيئة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم جائزة تشجيعية لأفضل مدرسة صديقة للبيئة، كانت في هذا العام من نصيب مدرسة بنات بلديد الأساسية العليا، التي مبارك لها طبعا. سيكون الآن مع ريبورتاج لهذه المدرسة، مباشرة بعدها سيكون لها تكريم. والنباتات والساحات، يعني كان اسبوع. وها هي اليوم كما تشاهدون عبارة عن متنزه وحديقة خلاقة تحمل العديد من النباتات والأشجار وغير المثمرة، بما فيها أشجار الزينة وبعض النباتات الطبيعية، حيث أن منتجات حدائقها تسهم في ميزانية المدرسة. وهذا بفضل الجهود الجبار العاملين فيها من إدارة وهيئة تدريسية، ولا ننسى دور الطلبة في المحافظة عليها وعلى ممتلكاتها المدرسية وحمايتها، ودور الأذن أيضا في المحافظة. كان يرش الأشجار، وكان يتابع في القطف، وكان يتابع في الموقع. بالعلاقة بين البيئة المدرسية والتحصيل العلمي للطلبة، وهذه الجهود تتمثل بما تشاهدون من خلال هذه الأنشطة التالية: إعادة التدوير مثل إطارات السيارات والمنظر الجمالي الذي أضافته للحديقة، بناء أحواض للنباتات المتسلق والاستفادة من أخشاب الأشجار الفرجية في الحديقة ذاتها، استغلال الحجارة الملونة الصغيرة في تزيين أحواض المدرسة كما تشاهدون في البطة وفي الأعمدة، الأعمدة الصغيرة، وكمان كما تشاهدون في الفسيفساء في عمل الطاولات
اللي كانوا الطلاب يجلسوا يضع عليها طعامهم أكلهم سندويشاتهم الأكل، كمان تبرير الورق والأواني البلاستيكية بعد عملية فصل النفايات. مبادرة أنظف حديقة مدرسية وكانت ناجحة وسليمة جدا. متابعة الطلاب ومتابعة حقائبهم وتصويرها قبل وبعد. مبادرة الكاميرا الخفية للانتباه على الممارسات الصحية للطلبة. كيف كنا نضع الكاميرا ونصور الطلبة وسلوكاتهم الصحيحة السليمة، يعني وضع النفايات في مكانها المناسب. وكنا بعدها نعرضها ويشوفوها الطلاب، هذا كله لتشجيعهم. كمان عندنا الزراعة المستمرة والتسجيل المستمر في أشتال المدرسة من حرجة ونباتات طبية ومثمر وزينة وهكذا. شكرا. الآن نقدمون الدرب زياد السالفة. مبارك لمدرسة بيت بيت. والآن إلى شف المقدم من رجل الأعمال الفلسطيني الجائزة النقدية. مبارك مبارك لهذه المدرسة رجل الأعمال ماهر غانم على هذا العطاء السخي، وشكرا لكم جميعا. تفضلوا تفضلوا. شكرا. Yeah.
لشمس الهدى والجمال لتربية الجيل في طول كرم. بنيناك حصنا عظيم الجناب فحصنت أرواحنا بالقيم. فطوبى لمسعاك نحو العلاء لتبقى فلسطيننا في القمم. فيا دوحة المجد دومي لنا منارا يحرك فينا الهمم. والآن مع كلمة مديرة التربية والتعليم الأستاذة نائلة عودة فلتتفضل مشكورة. في يوم البيئة العالمي والذي يصادف الخامس من نيسان من حزيران من كل عام يتم إطلاق شعار بهدف إذكاء الوعي البيئي لدى الجمهور، وشعار هذا العام ارفع صوتك لمستوى سطح البحر. وأنا أقول كون البيئة لا تعرف الحواجز والتلوث البيئي يتخطى كل الحدود، علينا في محافظة طول كرم أن نصدح بحناجر قوية معبرين عن رفضنا لكل الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوقنا في العيش في بيئة سليمة وآمنة من خلال ما نشاهده من آثار مدمرة للمنطقة الصناعية الإسرائيلية على المنطقة المحيطة. وحتى نستطيع القول أن ما نلمسه من ارتفاع في عدد حالات السرطان والالتهابات التنفسية الحادة في منطقة طول كرم يعزى إلى هذه الممارسات، فنحن بحاجة حقيقة إلى المزيد من الجهود البحثية في هذا المجال حتى نثبت وجود دلالة إحصائية. وهذا يتطلب التعاون من المؤسسات ذات العلاقة على أكثر من صعيد، بالإضافة إلى توفر الدعم الكافي لإنجاح هذه البحوث. ونحن في التربية والتعليم نؤمن بأهمية غرس ثقافة سلوك أو سلوكات صديقة للبيئة من خلال العمل على منظومة القيم لدى الطلبة ورفع الوعي البيئي لديهم باستمرار. وهذا يتم بآليات عدة، منها تفعيل الأندية البيئية في المدارس التي تعنى وكما شاهدنا في الريبورتاج بزراعة الأشجار والحفاظ عليها وتوفير نمط ري لها يسهم في ترشيد استهلاك الماء، وذلك من خلال استغلال المياه الرمادية في الري. لإيماننا بأن هناك مشكلة شح في المياه في فلسطين وبالتالي من الضروري الحفاظ على كل قطرة ماء، ولإيماننا بأهمية التنمية المستدامة بحيث يتم استغلال الموارد البيئية المتاحة بما يضمن حق الأجيال القادمة. ومشاركة الطلبة في هذه الأندية يعزز لديهم روح العمل الجماعي والعمل التطوعي ويعزز الانتماء للأرض والحفاظ عليها، وذلك من خلال الأنشطة المدرجة في خطط الأندية البيئية والتي تسهم في رفع الوعي البيئي، والتي تشمل المحاضرات والنشرات والإذاعة المدرسية والزيارات الميدانية والمبادرات الطلابية لتدوير الورق وتقليل النفايات واستغلال المخلفات العضوية في عمل الذبال كسماد طبيعي للحديقة المدرسية. وهذا مما لا شك فيه ينعكس بشكل إيجابي على البيئة المدرسية بشكل خاص والبيئة بشكل عام. وهنا أود أن أؤكد أن الحفاظ على البيئة هدف نسعى لتحقيقه من خلال مد جسور التعاون والتشبيك مع كل القطاعات ذات العلاقة، سلطة البيئة، البلديات، مديرية الصحة، وهو يسهم في الحفاظ على الصحة العامة بالإضافة إلى إبراز الصورة الجمالية للبلد، لأن النظافة أهم مقومات هذه الصورة المشرقة. ونحن بالشراكة مع المحافظة والمؤسسات ذات العلاقة لابد أن يكون لنا بصمة بأن تكون طول كرم مدينة سياحية ليس فقط لعام 2014-2015 بل وتستمر بهذا النهج، لأن الصورة الحضارية للبلد تشرفنا جميعا وتجعلنا محطة تقدير واحترام للوافدين لهذه المدينة الرائعة. بسواعدنا جميعا نستطيع أن نحقق هذا الهدف، وبالعمل الدؤوب نستطيع الحفاظ على هذا الإنجاز. وهنا أود أن أوجه كلمة شكر لكل المؤسسات الشريكة والتي تعمل معنا بتناغم وانسجام
هذا الهدف، وخاصة سلطة البيئة ومديرية الصحة والبلديات، وأشكر الداعمين الذين يسهلون لنا الوصول إلى مبتغانا، والشكر موصول لقادة التغيير التربوي وصمام الأمان للعملية التعليمية، مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لمديرة التربية والتعليم على هذه الكلمة. الآن نحن إلى فكرة فنية، ولكن اسمحوا لي أن أترك بصمة شخصية كونها من عنبتة، وأنا درست 6 سنوات في عنبتة. أقول إذا غاب الحنين فلست أنت، ولكن في ظلام العمر عشت. إذا غاب الحنين فلست أنت، ولكن في ظلام العمر عشت. تذكرت الطفولة فاجتواني الصبا، إذ كنت والأحلام شتى. فهل أنساك؟ لا والله إني، إذا قلبي من الصوان أعتى. شربت رضابك الرقراق دهرا، وفي ساح الفخار قضيت 6. أطوف فيك تلميذا غريرا، لأنهل من علومك ما تأتى. أقول وشدني تذكار ماض، رعاك الله مدرسة عنبتة. وإلى فكرة لمدرسة بنات عنبتة وزجل شعبي. يلا نشجر أرضينا بلوتا ورتعتينا، الشجرة نعمة الرب والله بخير ويجزينا. لدينا فكرة فنية أخيرة. عرين الوداد رحاب المنى، عرين الوداد رحاب المنى، سلمت مدى الدهر أما لنا. رعيناك واحتضنتك الجفون، وأنت تعهدت أرواحنا. فكنت الندى أيقظ الياسمين، وناغ الأزاهير والسوسنا. وكنت المنارة للحائرين، وصرح العلوم وسفر السنة. بعلمي أزهو ومدرستي بنات شويكة، شمس الدنا. والآن مع فكرة لبنات شويكة.
لم أقصد أن أخبرك. لا بأس يا سناء، لكن أنصتي لقولي وافهميني. هل تسمعي صوت القطرات تسقط في كل الحارات؟ قطرة ماء فوق قطرة تغدو سيلا تجري نهرا. حقا أصبحت القطرات نهرا يجري، ولكن ولكن مات. ما بك يا قطورة؟ ما بك يا صغيرتي؟ فأنت الحياة. إن صديقات القطرات ذهبن والنهر مات، ولم يسق الشجر، ولم يروا ريقات الزهر، ولم يشرب منه العطشان. ومن جعل النهر يموت والقطر يهاجر؟ إنه الإنسان. الإنسان؟ وماذا فعل الإنسان؟ تعالي يا سناء وانظري معي ماذا فعل الإنسان. وليس هذا فحسب، فقد طمع الإنسان بنهر الجاري وأهدرني دون مراعاة. ونبي الرحمة علمه وقال: لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. آه من غفلتنا للنعم يا سناء والاحتلال. وماذا فعل بعد فينا؟ ألا يملك فيه سلب أراضينا؟ لا، بل سلب الماء من بين أيدينا. انظري ماذا فعل الاحتلال. عدك يا قطورة. بماذا يا عزيزتي سناء؟ يا صغيرتي، يا سر حياة الأكوان، يا نعمة رب الأحمال، ألا أسرح في قطرة ماء وتخطر كل الجيران. الماء عماد معيشتنا، يجعل دنيانا كالجمال. وشكر من صنع الإحسان ديدننا.
وسوف نترك في وجدانهم أثرا. والآن إلى التكريم، تفضل عطوفة المحافظ بتسليم استلام الدرع. والآن درع مقدم من عطوفة المحافظ للمهندسة عدالة الأتيرة، تفضلي. ودرع مقدم من عطوفة المحافظ للمهندس عصام قاسم، وشكرا لحضور المحافظ، ونعلم أنه على عجل من أمره، شكرا لحضوره جزيلا. نطلب الآن من الأخت سهام ثابت الانضمام إلى المنصة. درع مقدم إلى أمين سر حركة فتح إقليم طول كرم، ونطلب منه البقاء على المنصة. تفضل أخ مؤيد شعبان. ثم درع إلى رئيس بلدية طول كرم. رئيس بلدية طول كرم، درع إلى منسق المجلس التنفيذي الأخ عمر بسطامي. تفضل. درع مقدم إلى مديرة التربية والتعليم، فلتتفضل. تفضلي أخت نائلة عودة. أخت نائلة تفضلي. شكرا لحضورك عضوفة المحافظ، ويعطيك العافية. درع مقدم إلى مدير صحة طول كرم العام. مدير العام لصحة طول كرم فليتفضل. والله صور بالفلاش يا زلمة. صور بالفلاش. منيح ها. ودرع إلى وزارة الزراعة. وزارة الزراعة تفضل. ثم مركز المناهل، قدروا أنفسكم. تفضل. لجنة مركز المناهل الثقافي، شكرا. تفضل. ثم لجنة السلامة العامة، هيئوا أنفسكم. لجنة السلامة العامة، تفضل. فيصل. تلفزيون فلسطين. تلفزيون فلسطين. تلفزيون فلسطين. وكالة وفا. درع مقدم إلى وكالة وفا. ثم تلفزيون الشراع. تلفزيون الشراع تفضل.
تفضلوا. ثم تلفزيون السلام. رهيبو. تلفزيون السلام. ماشينا. يلا يا سلام. تلفزيون السلام. طيب ثم أسرة قصر ليلتي. درع مقدم لأسرة قصر ليلتي. ثم تلفزيون الفجر الجديد. هون خلدون خلدون. هذا البرنامج برعاية وائل مول، تجربة فريدة في عالم التسوق.